بورد وحاسبين كل واحده من دي اسمها سوني اسمها سوني ليها كل بورد كذا كذا ايه كل جراب التصميم الناس كام بورد فممكن تقول لك يا عايز تفكش عمود التفكش او سيبيه تفكش ليه بتصل السويس ترسمت الفيلمنت على الفيشن ستيك؟ اولا المرض ده بيصيب تقريبا حوالي 900 مليون طفل وانسان بالغ يعني في العالم كله، يعني تقريبا كام في البشريه؟ اكثر من 15%. تمام؟ ليه بقى؟ الفيكشن بير سي ممكن يعمل لوس اوف ابيتايت، ممكن يعمل داري، ممكن يعمل ديزنس، ممكن يعمل لوس اوف بلاد ستور، ممكن زي جياردية ايش في الجيوتنا بتعمل مال ابزوربشن، يتاثر في كل ايه؟ نيوترينت. لدرجه ان بيقولوا ان الانترنال بارازايت ممكن يكونسيوم اكتر 300 ليتر اللي بياخدها الطفل. تصور بقى يقول لك يعني ايه؟ الدرجه دي بقى يعني عنده دوده ما بيكبرش. ها؟ في ناس يقول لك الدوده دي حنش. يعني بياكل اكله. صحيح مش كده؟ طيب. وجد ان الهيفي ستيشن وبالذات في الاسكاريس ماي امبير الايه؟ كوميتي فانكشن. قال ان هي احتمال على طريق حاجه من التبرايات بالذات الاسكاريس يزود المربط يعني المفروض الورد يبقى لو هو موستري انفكشن او انفستيشن باي بارازايتس بتبقى ايه اوتوماتيك 80% منها لكن احيانا في الهيب انفكشن يبقى ممكن تعمل ايه؟ تعمل موربيتي موربيتي زي مثلا ماركت انيميا بالانكستوما او مثلا ماركت مثلا ايه ستانت جروث مثلا في الاطفال اللي عندهم جياردي مش كده؟ هل ممكن تموت؟ اه ممكن تموت. واحد جاي له انتسان ابستراكشن نتيجه الاسكاريس. لو الانتسان ابستراكشن دي ها؟ نوت ايه؟ ريسستيت او نوت مانج ايميديتلي ممكن تموت. شوف جاي الدكتور صح ولا طلع كده في البيانو. الموربيت برضو بتاعت ايه؟ التراكيولوس تراكيولا هي موجوده تحت الهيفي انفكشن موجوده في كله بقى في السيك الهيفي انفكشن هتلاقي الانفكشن ممكن يوصل ايه؟ الليفت بارت بتاع الايه؟ بتاع كله يعني في السيركس المايت ريكس المايت او في السيكمويد يعني قلنا اي سيكمويد ليجن ممكن يؤدي الى ايه؟ ديزنس ديزنس يعني ايه؟ في تنزمس في ميوكاس في الباب كتر التنزمس كتر الحزق ممكن يعمل ريكتال ايه؟ رولابس تمام؟ طيب هل ممكن نوت؟ اه احنا مره عملنا سيرفي في الاسماعيليه في القرى فبقينا ايه؟ ناخد منه ستول يورس فلقينا اب تو 7 بارازايتس شخص واحد شخص واحد يبقى طبعا حاجه تمام؟ يبقى وكل ما يزيد ايه؟ البارازايتس كلها بتشتغل على الطفل ده او على الشخص ده ممكن تؤدي لدس مال نوتريشن ازاي الواحد بقى في السويت ترانسميت انفكشن ازاي الواحد بيعمل؟ لو انا الشخص عنده وورمز ماشي؟ معايا؟ الشخص عنده وورمز وورمز دي بتنزل ايه؟ اكس اكس دي بتنزل ايه؟ الاسطول لو هو لمس الاسطول في وورمز مش انفكشن لازم اوفر تقعد في ايه؟ الاسطول فتره اسبوعين ثلاثه لغايه ما تبقى انفكتد في ستيج لو واحده بتخش عن طريق منافسه الطين الطين اللي هو فيه انفكشن بالايه؟ بالانفكتيف ستيج بتاعت الايه؟ الورم اللي هي الاوفا يعني مش كده؟ او الهانج او عن طريق الاكل الملوث او حتى طيب او هي بعد اسبوعين ثلاثه تحولت الى لاربا، لاربا دي حاجه في التليفون دوده كده اللي هي قدره على اختراق ايه؟ الانسجه زي في الانكلوستر عشان كده الانكلوستر منتشر بين ايه؟ الناس اللي بيمشوا حافيين طب ايه الموبايل بس اللي جنبيه طيب؟
ينفعش ما ينفعش احنا معاك الخطر عشان تتكلم مع حد يبقى السؤال بقى هل في دايت يعني انا ممكن لو عندي ايه ممكن اعديك لا هل السمو عادي بعد اسبوع بعد اسبوعين ثلاثه لما يكون في كونتامينتد اي سويل وتحول الى افكتيف اي ستيج او الافكتيف لارفا في حاله الكلوز دي طبعا موجوده في التروبيكال وسب تروبيكال كانتريز موجوده في اي حته فيها لو سانيتيشن او ايه بافرتي بتصيب اكثر من 180 مليون واحد معظم اطفال ممكن تعمل سيفير ديزيز او تعمل انفكشن از مور كومن امام قبل سن المدارس وفي سن المدارس احيانا ايه الستات هم سو بريجننت او بريست فيد يعني يبدو ان الثلاثه دول عندهم نوع من انواع الايمون ديفيشن طيب طالما ان الموضوع ده بيمس حوالي 20% من الاثنين بوبوليشن تهتم بيه الاول دبليو اتش او يعني تفرق كتير انا فاكر مره وانا صغير يعني لسه متخرج يعني فجات لي بنت بنت شكلها بيجي جدا وبيجي لها في رجليها كل شويه يجي لها يعني ايربشنز كده وبولي يعني حاجه فيها ميه كده وانا ايه ربنا هداني ان اديها راس رومي بندازول بتاع الانتي بارازيتيك الراجل جاي بنته بيشتكي مثلا كل شهرين ثلاثه كده الحكايه دي لمده ايه سنوات وفي نفس الوقت كنت شكلها بيل وشكلها عندها مكسيس ايه مانوتريشن لما اديتها العلاج ده كل ده راح اشوف قد ايه بقى ان البارازيت انفستيشن ممكن تاثر حتى على الكوجنيتيف ايه والبرفورمانس اكاديمي برفورمانس او السكول برفورمانس دكتور ايش كانت الدراسات اللي سويتها؟ ازاي؟ لا حق اعرف ايش ها؟ ما حق الدراسات اللي كانت بالبنت معانا نشوف بس هنا قال لك ايه بقى؟ قال لك لو عملنا سيرفيلانس او سيرفي للبارازيتك ديزيز في المنطقه ولقينا ان هي توصل 20% 20 30000 50% ممكن اعالج نسبه مدرجه يعني عندهم اي تحليل لو وصل 50% ممكن اعالجهم كل 6 شهور يبقى لو وصل اقل من 50% اعالجهم مره في السنه لو وصل 50% من الناس كلها او بوبوليشن 100 مدارس مثلا لقيت في المدرسه دي مثلا فيها 1000 واحد خدت منهم ايه ستورت ويورد بس لقيت في البارازيت ديز زبط مجموعه واحده من الثلاثه دول انتشر في كام؟ 35% دول يتم عليك مره كل سنه بتزود ايه؟ بدون حد طب بروفيلاكسس 35% ادي كل الناس 6 شهور كل ايه مرتين في السنه ده بيسموه دي بورد ده الموضوع ده فيري كوست افكتيف بيحسن كتير ليه بقى؟ لان انت دلوقتي سي ان في المدرسه 1000 واحد او في المجتمع نص الناس عندهم وورمز لو انا عندهم وورمنج يبقى الورم لود بتاعي ايه؟ قل يعني ايه الورم لود قل؟ يعني عدد البارازايتس اللي عايش في الكيس بتاعتهم كلهم قلت وبالتالي الاوفا ايه؟ قلت كل ما الاوفا تقل كل ما الترانسميشن يقل إيه؟ صح؟ مش كده؟ يعني هم هنا بيهتموا ان هم يدوا التريتمنت في مين؟ للتشيلدرن وبريسكول تشيلدرن ما عندوش كبار بقى تمام؟ فده برضه بيقلل الورد بيرد بيقلل الانفكشن او بيقلل الترانسميشن كانك مثلا مرض بيت ايه بينتشر عن طريق الناموس وانت قتلت الناموس او البعض دكتور انت طيب اللي حصل بقى اكمل بقى اللي حصل بقى ان انا ايه فعلا اديت وقلل الورم بيرد بس ممكن يحصل ايه انفكشن بعمل ايه هيلث سيركيشن وفي نفس الوقت ايه تحسن سنتيشن انا دولت ميه نظيفه في كل حته نظيفه ها انا نيل اللي عدوى اكتر التواليت الافرنجي ولا التواليت البلدي الافرنجي لان في كونتاكت مش كده بالذات طب كونتاكت انهي وورد سويل ترانسميتد ولا النون سويل ولا الدايركت ترانسميتد دايركت بالظبط يعني مثلا زي مثال ايه الناس اللي عندها طبعا كده في وورد اللي هي الفيوز او الترولز ممكن يلعب في القعده التواليت ليه بنعمل ديورمنج؟ زي ما انا قلت يعني عايزين نقلل الورم لود قللنا الورم لود بقى يقل الانفكتيف ستيج ايه؟ طيب هم بتعمل ال WHO ان هي خلال سنه 2020 كل الموربيلتي نتيجه الانفكشن ويز سويل ترانسميت تلعب جنبيه اهو تلعب جنبيه اهو اه طيب تعالى بس يلا تعالى اقعد جنبيه
هو جنبي هنا لا حول ولا قوه الا بالله رجله ده في صعب رجله طب ركز معايا طيب ما سويت شيء لا ركز معايا كويس هو عايز بسنه 2020 قال لي خلاص ايه النمبر فورمز في اي مجتمع وبالتالي السحب ده احسن افضل هيوفر بعد كده الادويه ويوفر التحليل طيب مين بيدفع فلوس دي دونيشن ده بيدفع تمام ممكن ده يكون سؤال على فكره دي وورمنج يعني دي وورمنج فاكرين ان حد منكم اتكلم على الايكونوكوكاس جالجوزس اللي هو هيدات الديزيز مين كان يتكلم عنه؟ سلطان صح؟ من ضمن التريتمنت انك تعمل دي وورمنج في الايه؟ اللوكس تدي الكلاب تديها ادويه لما تخلص هي من الوورمنج في التست بتاعك مش هينقل لا للشيب ولا هينقل ايه؟ للراعي بتاع الراعي الغنم تمام؟ دول اطفال دول هم سنة 2014 غلطوا حوالي 45% وان هم في 2016 تقريبا 540 مليون طفل بتقدر تديهم ايه علاج فور دي وورمنج يبقى انا ناقص دي تقريبا غلطوا حوالي بتاع 60% خد بالك دول بيجي لهم ري انفكشن تاني فهديهم الايه؟ علاج تاني من غير تحاليل بعد 6 اشهر او بعد سنه حسب الابيديميولوجي او حسب الزبده 150 اه اذا كان اكثر من 20 ولا اكثر من 50 اكثر من 50 بعد كل 6 اشهر واكثر من ايه؟ زي عندنا في مصر كده في عيانين بيشتغلوا في ايه؟ في الارض، الارض بيكون فيها يعني الميه ترانسيتنج في الشستوميز فانا ممكن اقول له ايه؟ خد علاج الهريسن البلازما كونتيل مره كل 6 اشهر طالما ان هو ايده في الميه ده حاجه كوميشنال ديز كوميشنال ديز يعني ايه؟ مرض زينوزس يعني ايه؟ زينوزس مرض مرتبط بالحيوانات طيب ادي هو واقفه في الطابور حاطط ميه قدامه بيدي كل واحد قرصين البندازول كل قرص 200 ملي جرام الاربعه كام؟ الاثنين يبقى 400 ملي جرام وانس قدامه يعني ايه؟ لازم يشوف دايركت ايه؟ ياخد دايركت دوت دايركت اوبزرفنج طيب الامثله بتاعتنا بقى اول حاجه الاسكاريس الاسكاريس دي طولها بيوصل تقريبا حوالي 35 سم يعني طويله تسمى جاينت المفروض ليش بتتسل بتتنقل برضه عن طريق الانفكتيف ستيج اللي هي ايه؟ ماتيور ستيج اللي هي ماتيور اوفر البرميت ماتيور اوفر ياخدها الشخص تنزل بس تروح ايه؟ تروح ايه ده؟ بلاد توصل اللانج يحصل لها ماتوريشن اللانج بتعمل ترباثولوجي اللانج بتعمل انفلتريشن بتعمل ايه موتلين ها وبتعمل دينزوماتا بحيث انت ممكن تعمل اكس راي تلاقي فيه رياكشن في موضوع اللانج ممكن تعمل سيمبل زي ايه ديسميا شورت سبيس شورت سبيس وديسميا والكلام ده كله تمام وفي الحالات دي لانها دخلت جوه التيشو فانشيت ايه الزينوفيليا الزينوفيليا يعني ايه؟ اكتر من كام؟ اكتر بارازايت يبقى الازينو في الاصل 400 بكيلو كل متر تمام يعني ضمن قوه الزينوفيليا الاسكاريس البارازيتك ديزيز اللي غالبا ايش بتخش التيشوز فتره من فترات ده ميز تخش التيشو صح وزي المهم طيب تم الديفيشن بير جروث اوف بروجنيشن وانا لو سالتك عن ايه هي البارازايت اللي ممكن تبير الكوجنيشن او البرفورمانس دول حاجتين يا اما اسكاريس سبيسيفيك او اي هيفي انفستيشن اي وورد يعني الايه؟ الذكاء بتاع الطفل او البرفورمانس بتاعه دكتور هيفي انفكشن اي وورد؟ لو هيفي انفكشن بس الاسكاري اي شيء بس اسكاريس اسكاريس دي ليها ده واحد من ضمن المربوط بتاعته تشوف الورم قد ايه دايما الميل اقصر من الفيميل وبعدين ده ممكن يعمل ريستراكشن حكيت لكم انا راجل الولد مش عارف حكيت ولا لا الولد كان احمد دي ولد كنيسه ولد محمد كنيسه حصل فيها انفجار كان في سنه 2000 لا 2000 كان حط 80 كان تحت 80 فهم خدوه في المستشفى فالمستشفى اللي كنت شغال فيها افتح بطنه عشان تشوف ايه ورم قد كده بس ما كانش عامل ريستراكشن على حاجه فقعدوا يتكلموا عليه عن ورم
وصاروا خلاص ايه القصه بتاعته يعني. المهم ممكن جايبين منظر ثاني واحد بيعمل ديفيكيشن لكتله كبيره برضه من جوه ده معناه عنده انفكشن. تمام؟ واحد ممكن يقول لك لا يقول لك انا مره نزل مني وور ها وور كامل. نعم الا باراسايت امبيد الايش مثل الاسكارز اي هيفي انفكشن امبيد الايش كوبريتيف حاسينس بيرفورمانس. هذا الويب سايت بتاعتها عارفين احنا مختارينها صح؟ اهم حاجه ان الايه بتنزل في الايه؟ في السور وتاخد وقت وقت تحاول تعمل تعمل بالمونري سيمبتومز. ليه؟ لان هي في اللايف سايت بتاعتها هي مروان مروان في اللايف سايت بتاعتها تخش في اللانج. في اللانج تعمل ايه؟ تيشر انفيجن فتعمل بالمونري سيمبتومز تعمل ديزينفيليا وتعمل اكس ري تشينجز. تمام؟ وبرده الاسكيرز بتمشي نفس الطريقه بس هي الاسكيرز بتخش عن طريق الجلد مش بتخش عن طريق ايه؟ الجلد عن طريق الجلد بالهريسه برده بتخش عن طريق الجلد بس الكارير بتاع الهريسه صح؟ طيب اللي بعديها حاجه اسمها ايه؟ الدوده الصوتيه او تراكيوس تراكيورا دي ليها اهداف طويله جدا. هي الدوده مش كبيره قوي بس ليها اهداف طويله بتبقى امبيد جوه ايه؟ سب ميكوزا مظبوط؟ بتفضل ايه ساكن ايه؟ الاكل بتاع السكريشنز بتاعت الورق او الاكل بتاع الورق. ممكن دي اصلا تيجي ايه؟ تنزل في الكولون ناحيه السيكم كده. وفي الحالات الشديده ممكن تنزل لغايه ايه؟ تستند الكولون والريكتم فتعمل ديزنتري. ديزنتري يعني ايه؟ ديزنتري يعني ميوكس بلط والثالثه تنزلس ديزنتري. تمام؟ وفي الحاله دي تعمل ايه؟ في الحالات الشديده كمان ريكتر بولابس الكتر الحزم كنت ستريننج ديون ديفيكيشن ممكن تعمل ريكتر ايه بولابس. النوع الثالث اللي هو هوك وور اللي مش محطوط اسمه الكلوستنا ديودينال يبقى هي بتيجي فين؟ في ديودينال. مظبوط؟ هي صغيره مش كبيره. اوف وايت اوف وايت يعني يعني لونها كده زي ابيض مش ابيض مش ناصع مارجو ليه بيوصفوا ايه؟ لون الوور اوف وايت ممكن قدرت تقريبا اقل من 1 سنتي في المية 1.1 سنتي مش بسموها تستن زي في الكبر في الارض ليها سكر السكر دي ماسكه الجلوكوزا وبتعمل بتكتشف تنزل الدم هي تنفصلها كل يوم 0.5 سنتي وتتسبب في نزيف ايه؟ 0.5 سنتي. تصور بقى عيل عنده مثلا 100 واحده وكل يوم بيفقد قد ايه؟ 100 سنتي 100 سنتي بعد شويه يحصل له كرونيك ها؟ مايكروسيتيك هايبرونيك انيميا وعلى مايكروسيتيك انيميا صح؟ المفروض في الاوفا هتلاقي الدم ايه في الستول صح؟ وهتلاقي عنده صوره الدم بتاعته ايه؟ انيميا واني نوع من الانيميا؟ مايكروسيتيك هايبرونيك انيميا الايرن افشنسي ادي برضه في تحول ايه في حاجه اسمها مولتن تحول السيلز السيلز يعني هنا بتنزل في الستول اوفر تحول هو فيرست سكند سيلز تبتدي تسيج لها هي تخش السكين ماشي تخش السكين بعد كده تروح ايه في البلاد توصل للانج برضه تعمل انفيجن وزيوفيليا برضه بعد تروح طبعا عن طريق التلخيه تروح ايه تجس في الجي اي تي. سبحان الله يعني المهم يعني عايزه توصل عشان تستمر تتغذى على ادي دي واحده ست لا عيل بين 14 سنه عنده انيميا حاله تقريبا من موصوله في الهند عنده انيميا فتره طويله جدا وبيديله حوالي اب تو 60 وحده بلط مش عارفين سبب الانيميا ها؟ الاوفر ما بتنزلش لان عدد الورم ايه؟ قليل صح؟ مش هنقول في ورم ولود؟ الورم ولود بينعكس على ايه؟ على الاوفر فلو عنده الورم ما بينزلش قصدي الاوفر ما بينزلش في الستور هو عامل حاجه اسمها كبسول الدوسكو يديله كده كبسول الكبسول ده ليه قدره ان هو يصور ايه ريدي وقت ما تنزل تحت ايه مع ايه؟ في الايرس ياخدوها يحطوها في جهاز ويروا ايه؟ يشوفوا الشريط من اول بشكل صغير بتنزل تحت فلقوا في الديودرم الورم دي في واحده ايه؟ ماسكه في الايه؟ الميوكوزا وجنبيها فري بلاد اللون الغامق ده فري بلاد يبقى الورم اللي بتعمل ايرن ديفيشن ثانيه ايه؟ طب امال الجيام ده ما بتعمل انيميا يبقى نوع ايه؟ ما في مايكروسيتيك في نورموسيتيك في ماكروسيتيك الجيام دي بتاخد كل حاجه بتعمل مال ابزوربشن لكل حاجه بتعمل
مور بسيط كمان من الرابط جياردي. لو قلت الفرق بين جياردي وبين ايه انيميا نتيجه جياردي او هيلو ستيشن او نتيجه كروشن كروشن سبيسيفيكالي لانها بتنهش الايه الميكوزا بتنهش الدم كم بند فيش الباقيين كلهم تعمل ايه ماكرو نورمال سيتي نورمال كروم نورمال سيتي كروم. هنا علاجه نعالجه ازاي؟ حسب يعني لو حسب حاله لو هو اسيمتوماتيك هنديله ايه؟ البندازول. لو هو عنده مرض الانيميا نديله اثنين مع بعض. تمام. البندازول هنديله ايه؟ قرصين 400 ملي جرام كل واحده كتير مره واحده ومتين على كده. لكن الايرون هنديله امتى؟ نديله فتره طويله لغايه ما يعني السيرم ايرون والسيرم فرقتين ايه؟ وذ النورمال ليفل. معايا يا ولاد؟ يعني انا لما احط عندي الكرونيك ايرون مفيش انيميا معنى كده انا خدت سندكت الستورز بتاعته بتاعت فرقتين في الليفر. ها؟ بروتين بتيلا سيستم صح؟ سايب كل المخزون لما اجي اعافه اعافه لغايه اما ايه؟ السيرم ايرون السيرم فرقتين يرجع للنورمال. هو وشه هيتمرر يبقى كويس بعد ايه؟ ثلاث اشهر. لكن هي ريبلينش الستور ست اشهر يعني ثلاث اشهر كلها ست اشهر. معاك؟ زي المنستروات دي طول ما هي عندها سفير دورة كمية كبيرة تبقى تختار معاها. خلاص احنا التلاتة بتوع ايه؟ السؤال الترانسميتر اللي جاي بقى ممكن دايركتلي من الستول على طول حتى بروتوزول. معاك؟ لا معاك الانتريال سيمت بتاخد برضه فترة تبقى فور صح؟ نيوكليتد نيوكليتد مش كده؟